انا منزلتش دمعة واحدة بعد الانفصال. هنا الزاهد في تصريحات قوية جدا بعد طلاقها من احمد فهمي. اللي حصل بالظبط ان ظهرت الفنانة الشابة هنا الزاهد مع الاعلامية والفنانة الكبيرة اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وقالت بالظبط لما اتكلموا عن طلاقها من احمد فهمي، قالت انا بعد الطلاق ما نزلتش دمعة واحدة، مع اني كنت بقول ان لو حصل ما بيننا انفصال اكيد هكون متضايقة وححزن، لكن سبحان الله بعد اللي حصل ده انا ما زعلتش ولا اتضايقت ولا دمعت، وكنت بقول ان اكيد ربنا شايف حاجة انا مش عارفاها فعلشان كده قرر الانفصال. ده كان تعليق هنا الزاهد على انفصالها من زوجها احمد فهمي. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.